دي وتترد تاني لاكوزي مانسا يلعبها لابو تريكا، ابو تريكا يلعبها لحتى مصطفى، فلافيو 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 يا ولد يا ولد يا ولد، شوطه حلوه حلوه حلوه، حاجات بقى بتاعت اول ربع ساعه مهم جدا جدا، ويخش شوطه حلوه 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 فوق العارضه بايه يا دوبك، كان معاها احمد الجواشي وضربه مرمى لنادي صفاقس، حلوه للهمامي وبيلعب كره طويله وعدى اسمه وخطره خطره خطره، وعايز يلعب الكره مين اللي جاي يلعبها بالعرض، لكن يطلع على طول صديق وترجع له تاني، وعايز يشوطها تترد وشوطه تانيه ناحيه الشمال تطلع الكره بره اوت، رمي التماس لنادي الاهلي، حسن مصطفى وماشي حسن مصطفى وهوبا هارد لك يا حسن مصطفى، ضربه ركنيه لنادي الصفاقسي، اتلعبت الكره على طول وتترد على طول، وعايز يعدي وعايز يعدي ويعدي وعايز يعمل اوفر ويعمل اوفر، خطر يا يا مش ممكن، عصام المرداسي لعبها له حلوه 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 انيس بوغلبان، لكن ما حدش كان معاه، بص عملها له ازاي، استنى هو راح لعبها له خطره جدا، عصام المرداسي ما فيش حد معاه، ما فيش حد معاه خالص، بشير مشرقي بيلعب الكرة على الأرض على طول اسمه وتترد الكرة تاني ويعدي بيها وخطرة خطرة جوه جول وجوه جول، تسلل تسلل راية وصفارة راية وصفارة، طارق الزيادي طارق الزيادي فرصة كانت خطرة، وتريكا لعماد متعب بيغمزها لفلافيو وماشي فلافيو هوبا لحقها بضرب ايده بضرب ايده، يا ولد يا ولد يا فلافيو، شاطه حلوه مفاجاه محدش كان متوقعها، ويحط ايده معاه احمد الجواشي، لكن ما بيقول اهو ما لمسهاش، الحكم بيقول ما لمسهاش، ويلعب الكوره على طول عصام المرداسي و خطره يا على الغلطه يا على الغلطه يا على الغلطه، دخلوا على بعض هما الاثنين واتقشرت يا على الكوره دي، ضربة ركنية لنادي الصفاقس، أما نشوفها تاني هنشوف الغلطة، واتلعبت الكورة لورا وترجع للنفطي تاني، والنفطي بيلعبها ومين معاه؟ ويلعب كورة بالعرض وخطرة، وتترد الكورة لازم النادي الأهلي يخلي باله من الدفاع شوية الفترة دي، ولم الكورة وعايز يعدي ويخترق، لكن بيطلع على طول شيرين قناوي يلعبها على طول لفلافيو، وفاول على شادي الهمامي. ابتدوا يتمسكوا ازاي ومعاهم على طول واحد ما بيسيبه ويلعب الكره لفلافيو الله، وتبرد الكره تانية وراح لها محمد عبد الله ويخش على طول ويلحق الكره ويرجعها ورا تاني لعماد متعب، وعماد متعب بيصلحها لورا لحسام عاشور، وحسام عاشور يا شوطه حلوه يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، شوطه حلوه وصد احلى، شوطه حلوه حلوه وتصريحه وجمله تكتيكيه للاهلي، الله 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 الله، فعلا ادي الشوطه يا والله كانت داخله والله كانت داخله، لكن احمد الجواشي حارس مرمى الصفاقس شوطه حلوه وصد احلى، يا احمد الجواشي يا على الكوره دي يا حسام عاشور، ويلعبها وباليد وتترد تاني وهوبا ومين يشوط ويطلع على طول دفاع صفاقسي، وهجمه مرتده والنفطي بتاع الحته الشمال اللي بيلعب فيها على طول، وماشي اهو ماشي اهو ومعاه حسام عاشور راجع معاه ويغير اتجاهاته ولمساته خطره جدا، لازم بص بص لعبها ازاي، وعصام الحضري ورفع ولا ما رفعش، شادي الهمامي اوف سايد اهي اوف سايد، رفع برضو حامل الراية ولعبها لفلافيو ولعبها حلوه لشادي ما يلحقهاش، لا والله يلحقها يلحقها شادي، ومعاه فتحي الغربي ويلعب كرة حلوه الله يا عماد يا متعب يا عماد يا متعب، ولعبها باليد حلوه خطفها من وسطيهم، بص الاوفر وبص النطه وبوسطيهم ولعبها باليد حلوه، ابو تريكه ماشي وجنبه حسام عاشور، وابو تريكه بيلعبها لعماد متعب، وعماد متعب بيلعبها لحسام عاشور، وهجمه النادي الاهلي وهجمه النادي الاهلي ويلعبها لعماد متعب، شوف نادي لعيبه الصفاقس بيرجعوا على الكوره على طول لوائل رياض، ووائل يلعبها لعماد متعب، وعماد متعب بيلعبها وتروح احمد شديد قناوي، احمد شديد قناوي وترجع تاني على طول لفلافيو فلافيو هوبا يا 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 فلافيو يا
فلافيو يا الرابعه كانت هتبقى هي كانت هتبقى هي رابع شوطه ليك. شاطها حلوه 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 يا في العرضه فوق وبيرجعها بضربه راس الدهنه ابو تريكه في ايد على طول احمد الجواشي. عاشوا يلعبها لعماد متعب وعماد متعب بيلعبها لورق الرياض ورق الرياض بيلعبها لاحمد شيزي ناوي واحمد بيلعبها لفلافيو فلافيو فلافيو ضربه ركنيه يا يا فلافيو يا يا فلافيو انت النهارده مش ممكن يا ولد يا ولد يا ولد. ايه القنابل اللي طالعه دي؟ ايه القنابل اللي طالعه دي؟ ايه القنابل اللي طالعه دي؟ ضربه ركنيه ومحمد ابو تريكه وضربه راس وداخله وبيزقها يا على الكوره دي كمان يا على الكوره دي كمان يا نادي الاهلي ضغط ايه ويلعبها اسمه طويله الكوره على طول عند شادي 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 وماشي شادي وبيعمل الاوفر عاليه ويطلع يلعب الكوره تاني على طول وتترد وهوبا جول جول ابو تريكه جول 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 يا ابو تريكه يا يا عبور يا فلافيو يا ابو تريكه يا مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن يا عكوره يا عكوره اتلعبت حلوه 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 يا يا عكوره يا اتردت لابو تريكه وايه برجله الشمال وهاتها من الشبكه يا احمد جواشي كوره حلوه واتردد شوف شوف لعبها له ازاي وحلوه يا من قرب ابره يا فلافيو ابو تريكه وقرب ابره جوه الجول جوه الجول جوه الجول يا ابو تريكه جوه الجول مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن وفي ايه محمد وبيقولوا له ارجع مكانك تاني بيلعب كرة طويلة وترد لورا على طول بيلعبها مشرقي ويصفر الحكم عشان يفوز نادي الاهلي ببطولة افريقيا للمرة الخامسة والتانية على التوالي. مبروك لنادي الاهلي مبروك لنادي الاهلي وهارد لك لنادي الصباقسي يا ابو تريكة يا فلافيو ليكوا حق يا اولاد فوز كبير جدا 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 ومباراة رائعة من الفرقتين حقيقي الصباقس والاهلي ولكن نادي الاهلي لعبها تكتيكيا 10 على 10 وضربه راس من فلافيو وشوطه من ابو تريكه ضربه راس من فلافيو وشوطه من ابو تريكه والبطوله الخامسه للابطال الدوري الافريقي والثانيه على التوالي النادي الاهلي. هارد لك لنادي الصباقس ومبروك لنادي الاهلي مباراه رائعه.